السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد لمادة الرياضيات الجزء الأول. درسنا اليوم بعنوان مقارنة الأعداد للصف الثالث الابتدائي. هل أنتم مستعدون لذلك؟ نعم. نعم، ممتاز. هيا بنا نبدأ. سنتعلم اليوم مقارنة بين عددين ضمن عشرات الألوف. هيا بنا لنتعرف على طرائق المقارنة. في المقارنة سنستعمل في البداية الرموز والكلمات: أكبر من، أصغر من، يساوي، ثم خط الأعداد. هل تتذكر يا عزيزي التلميذ خط الأعداد؟ نعم. نعم، ممتاز. ثم سننتقل إلى جدول المنازل. الآن دعونا نتعرف على أول مثال: نخلتان. نخلتان يبلغ ارتفاع إحداهما 25 مترا وارتفاع الثانية 18 مترا، فأيهما أطول؟ علينا الآن البدء في إجراءات الحل. هيا معا لمعرفة أي النخلتين أطول أستعمل خط الأعداد. أستعمل خط الأعداد للمقارنة بين العددين 25 وثمانية عشر. ها هو خط الأعداد. الأعداد موجودة من 15 إلى 32. ثم نلون الأعداد الموجودة: 25 باللون الأحمر، 18 باللون الأحمر. جهة اليمين تكبر الأعداد وجهة اليسار تصغر الأعداد. بما أن 25 في جهة اليمين من عدد 18 فإن 25 أكبر من 18. 25 أكبر من 18، فنستخدم إشارة أكبر من. ننتقل إلى العدد 18. أين يقع العدد 18؟ هل في جهة اليمين من 25؟ أم جهة اليسار؟ اليسار. اليسار، ممتاز. بما أن العدد 18 يقع يسار 25 فإذن هو أصغر من 25، فنستخدم إشارة أصغر من. لذلك فإن النخلة الأولى أطول من النخلة الثانية. الآن لدينا تدريب. من مستعد لأداء هذا التدريب؟ ممتاز يا بطل. أقارن بوضع الإشارة المناسبة: أكبر من، أصغر من، أو يساوي. هيا لديكم دقيقة واحدة لحل هذا النشاط في سبورتك الصغيرة أو في ورقة خارجية. لنبدأ. أرى إجابات جميلة. هل أنتم أيضا قمتم بهذه الإجابات الجميلة؟ هيا لننتقل. هل انتهينا؟ لقد انتهت الدقيقة يا بطل. الآن يدي فارغة. يدي فارغة، ممتاز. الآن دعونا نسترجع الإجابات. 46 أصغر من 64. يا ترى لماذا؟ في مقارنة الأعداد نبتدي من المنزل الأكبر حتى الأصغر. هيا معا لنرى ذلك. 46 منزلة العشرات العدد 4. 64 في منزلة العشرات العدد 6. أي الرقمين أكبر؟ 4 أم 6؟ 6. 6، ممتاز. ضع لك نجمة يا بطل. أحسنت، إجابة رائعة. ننتقل للسؤال التالي. لدينا 98 88.
نضع خط تحت المنزل الأكبر وهي منزلة العشرات أيضاً. 9، 8، أيهما أكبر؟ 9. ممتاز. فإذاً أضع إشارة أكبر من 98 أكبر من 88، تستحق نجمة أكبر يا بطل، بارك الله فيك. الآن في السؤال الثالث أخذنا عدداً جديداً، من يستطيع قراءة هذا العدد؟ إنه 10 آلاف. ممتاز، 10 آلاف. ماذا نلاحظ بين العددين؟ متساويين. بارك الله فيك يا بطل. إذن أضع إشارة يساوي، تستحق نجمة أكبر من ذلك، بارك الله فيكم. هل تحققت من إجابتك عزيز التلميذ؟ تستحق نجمة على هذا المجهود الجبار. الآن دعونا ننتقل إلى التدريب التالي. أختار الإشارة المناسبة، أكبر من، أصغر من، يساوي، بالضغط عليها. لدي 989، 998. هيا يا بطل، لديك دقيقة واحدة لتفكر في الإجابة. ارسم على سبورتك العلامة المناسبة. هل انتهيت؟ هل قمت باختيار الإجابة الصحيحة؟ دعونا الآن نرى إجاباتكم. لنرفع السبورة. 1، 2، 3، أرفع. ماذا اخترت يا راشد؟ الشمس. الشمس وهي إجابة صحيحة. ممتاز. من اختار الشمس أيضا؟ ممتاز يا بطل، لقد أجبت إجابة رائعة، تستحق نجمة أكبر أيها التلميذ الماهر. الآن دعونا ننتقل إلى الطريقة الثانية. تخطط عائلة جاسم لرحلة إلى جنوبي المملكة العربية السعودية، ويمكنها اتباع أحد الطريقين. الطريق الأول طوله حوالي 840 كيلومترا، والطريق الثاني طوله حوالي 835 كيلومترا. أي الطريقين أقصر؟ للإجابة على هذه المسألة لدينا جدول المنازل. سنستعمل اليوم جدول المنازل. في الخطوة الأولى أرتب الأعداد بحسب القيم المنزلية لأرقامها: آحاد، عشرات، مئات. سنرتب العدد الأول 835، في الآحاد 5، عشرات 3، في المئات 8. العدد التالي 840، الآحاد 0، عشرات 4، ومئات 8. للمقارنة سأبدأ بالمنزلة ذات القيمة الأكبر وهي المئات. ماذا نلاحظ؟ العددين متساويين. عندما تكون الأعداد متساوية أنتقل إلى المنزلة التالية وهي العشرات 3، 4. ماذا نلاحظ؟ ممتاز، إن الأعداد مختلفة، لدينا عددين مختلفين. بما أن 3 أصغر من 4، إذن العدد 835 أصغر من 840. فإذن أيهما الطريق الأقصر، الأول أم الثاني؟ الأول، بارك الله فيك. الآن لننتقل إلى هذا التدريب. جمعت زينب 2200 طابع بريدي
وجمعت فاطمة 2002 طابع بريدي. أيتهما لديها طوابع أقل؟ وضح إجابتي. هيا يا عزيز التلميذ، أجب عن هذا السؤال في ورقة خارجية أو سبورتك الصغيرة. هل انتهيت عزيزي التلميذ من أداء هذا التدريب؟ أجل. الآن دعونا نرى إجاباتكم لنرفع السبورات. 1، 2، 3، أرفع. ممتاز، إجابات رائعة، بارك الله فيكم ومحاولتك جيدة يا عزيزي التلميذ. لنرى كيف استطعنا حل هذا التدريب. أولاً أكتب العددين 2200 و2002 في جدول المنازل. جدول المنازل يتكون من آحاد، عشرات، مئات، ألوف. علينا أن لا ننسى خطوات المقارنة، ترتيب الأعداد بحسب القيم المنزلية للأرقام. وسنبدأ بالعدد الأول، آحاد صفر، عشرات صفر، مئات اثنان، ألوف اثنان. العدد الثاني، آحاد اثنان، عشرات صفر، مئات صفر، ألوف اثنان. الآن لنبدأ المقارنة من المنزل الأكبر وهي الألوف. ماذا نلاحظ؟ العددان متساويان، هل هذا صحيح؟ أجل. ممتاز يا بطل. بما أن العددان متساويان، لننتقل إلى المنزلة التالية. لدي 2 و0، أيهما أصغر؟ صفر. إذن الصفر أصغر من العدد 2. بما أن الصفر أصغر، إذن العدد الثاني هو أصغر من العدد الأول. 2002 أصغر من 2200. وبهذا أستنتج أن فاطمة لديها طوابع أقل. بارك الله فيك يا تلميذي الرائع، لقد أجبت إجابة مذهلة. والآن هل تذكر لي يا صديقي ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا مقارنة الأعداد ضمن عشرات الألوف بثلاث طرائق، بالرموز، خط الأعداد، و جدول المنازل. بارك الله فيك. وبهذا عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة، للمزيد من الاستفادة تستطيع الرجوع لكتاب الطالب لحل تمارين الدرس بصفحة 26. وانتهى درسنا لهذا اليوم. هل استمتعتم بالدرس؟ أجل. وأنا استمتعت كثيرا لأنني قد التقيت بكم مرة أخرى. إلى اللقاء.